اهلا بحضراتكم، لكم التحيه. وانهيار الدولار في السوق السوداء رد فعله على السوق انه حصل انخفاضات كتيره في حاجات كتيره هنقولها لحضراتكم النهارده. بس خليني ابدا بوزير الخارجيه الامريكي بلانكن. امبارح كان في المملكه العربيه السعوديه والنهارده موجود في مصر، استقبله سيادة الرئيس السيسي النهاردة، وخلال اللقاء سيادة الرئيس أكد له على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية والأممية المعنية بالأزمة، أزمة فلسطين وأزمة القضية الفلسطينية، واتخاذ خطوات جادة تجاه عملية التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية. بلينكن بيزور المنطقة للمرة الخامسة من يوم 7 أكتوبر. وهنا لازم نتوقف على هذه الرحلات المكوكية لوزير الخارجية الأمريكي للمنطقة وطبعا لمصر ولقاء الرئيس السيسي. أنا الحقيقة مش عارفة هل زيارات الكتيرة دي هيبقى ليها مردود إيجابي، ولا الزيارات الكتيرة دي هو حرق وقت، مجرد حرق وقت، سواء لإسرائيل أو سواء للمملكة أو سواء للولايات المتحدة الأمريكية لكسب أهداف معينة. عموما دايما لما نبقى محتاجين نفهم بيبقى على طول بنتواصل مع دكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي. دكتور سمير مساء الخير يا فندم. خير مدام عز لحضرتك وكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. أهلا دكتور بيك. سمير أهلا بيك. بيزور المنطقة بلينكن للمرة الخامسة من يوم 7 أكتوبر، إيه الزيارات الكتير؟ تمام، نشوف أول صورة. تفضل. النهاردة الوزير خارجية بلينكن زي ما حضرتك قلتي بعد 124 يوم قتال من يوم 7 أكتوبر بيزور المنطقة خمس مرة. أيوة. وبيلتقي مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذه الزيارة أربع مرات. أيوة. بيزور الزيارة دي المرة دي يا مدام عزة والأمور اختلفت عن باقي الأربع مرات اللي جاء قبل كده. الاختلاف في إيه فتح؟ في نمرة واحد. أيوة. المربع مرات يا دوبك كان القتال في غزة وأقصى حاجة شمال إسرائيل أو جنوب لبنان مع حزب الله. تمام. المرة دي لا، الأمور اتغيرت تماما. بقى النهارده في عندنا مشكلة غزة واحتمال قيام فلسطين بتطوير القتال في غزة عشان تخش على رفح. إذا دي حاجة جديدة. ده كلام مهم وخطير وجديد. جديد ومهم ومهم ومهم. تاني نقوله، تاني نقوله. اتفضل. رقم اتنين بيزور المنطقة وما حدث في البحر الأحمر وتعطيل الملاحة للعالم كله، وهنشرح الكلام ده بالتفصيل. تمام. يبقى دي تاني حاجة. نعم. ثالث حاجة بيزور المنطقة بعد قيام الأزرع الرئيسية العسكرية بتاع إيران بمهاجمة القوات الأمريكية في الأردن وقتل 3 أمريكان و40 جريح. نعم. ودي أول مرة تحصل أن أمريكا يقتل لها الناس دول. حاجة تانية اللي هو الأنورا اللي هي الفلوس بتاعتها تخلص في شهر الاثنين ده ومش عارفين راحوا فين، الناس دي هتاكل منين؟ هتعيش منين؟ فاذا نشوف الصوره الثانيه بقى. اتفضل. فبالتالي بنقول ايه؟ المهمه شديده على بلينكن المره دي وبنقول هل هيفلح فيها؟ ومن طبقا لكلامي انا وتحليلي ان في اربع ملفات حساسه هيناقشها بلينكن المره دي. تمام. تمام؟ ايوه. وبنرجو انها يكون لها تاثير. خاصة هنقول بقى كل واحد معاك. قبل ما نبدأ في الملفات نقول ان هو جاي بعد ما كان جو بارنز اللي هو مدير السي اي اي في امريكا المخابرات العامة الامريكية قعد مع اللواء عباس كامل، نعم، قعد مع رئيس الوزراء القطري، مع الاثنين بتوع المخابرات بتوع اسرائيل، نعم، قعدوا في باريس الاسبوع اللي فات. ايوه. وطلعوا ببعض القرارات. فهو جاي عشان ينفذ القرارات دي. ايوه. فنبدا نشوف اللوحه الثانيه. اتفضل. اللي هم احنا قلنا اربع ملفات. ايوه. جايين قدام ويليام بيرنز. تمام. هو الوحيد اللي هيحل وامريكا الوحيده اللي هتحل.
صحيح. فنشوف بقى الملف الاولاني. يلا. الصورة الثانية، الملف الاولاني التهدئة، التهدئة وتبادل الرهائن والأسرى. تمام. لما اجتماع باريس حصل يا مدام عزة وصلوا الآتي. ايوه. هدنة لمدة 45 يوم. نعم. ده الجماعة اللي قعدوا هناك، ويليام بيرنز بتاع السي اي اي اللي هو عباس كامل، قطر، اسرائيل. نعم. خدنا 45 يوم. المساعدات تخش لغزة يوميا بمعدل 200 شاحنة. نعم. ان عملية تبادل الأسرة 35 رهينة اسرائيلية مقابل 3000 سجين. تمام. دول اللي اعلن عنهم في هذا الكلام. ايوه. طبعا الرهائن دول كام اللي هيطلعوا؟ 35. ايوه. حماس عندها 132 رهينه من ال 250 اللي كانوا في الاول خالص. ايوه. ال 132 دول منهم 28 اتقتلوا في الضرب بتاع اسرائيل على الانفاق. تمام. ففي 28 جثه رهائن وفي 132 رهينه. تمام. المشكله في الموضوع ده بقى بدينا نسمع كلام كتير. اولا حماس لحد امبارح بالليل ما كانتش موافقه او لم تعلن موافقتها، ولكن النهارده ردت وقالت اذا كنتوا عايزين ننفذ الكلام ده لنا شرطين، وهو ان يتم وقف نهائي للقتال. تمام. ونناخد تعهد من الدول الكبرى امريكا ومصر و بعدم قيام اسرائيل بالقتال مره اخرى. تمام. طبعا اسرائيل رفضت الكلام ده. ليه؟ لان احنا عارفين نتنياهو عايز القتال يستمر على طول، لان لو القتال توقف هيبدا يخرج وهيتحاكم يخش المحكمه. فهنا بقى هيبقى دور بلينكن، ودي اول مهمه في الملف الاولاني، ان نصل الى الحل الوسطي، ان احنا نحل مشكله ادخال المساعدات والهدنه هتبقى قد ايه ومن الذي تبادل الرهائن، لان برضو نتنياهو قال هنمشي زي المره اللي فاتت 1-3. أيوة. كل رهينه يخرج قدامها 3 من الاسرى الفلسطينيين او المسجونين. ال 45 ال 45 يوم دول يا مدام عزه. أيوة. فيهم مشكله، هنشوف الصوره الثانيه يا مدام عزه. اتفضل. انا من 3 ايام كان ليا حوار في صحيفه الواشنطن بوست في امريكا. نعم. انا في الحوار ده قلت حاجه جديده. احنا يا مدام عزه داخلين على شهر رمضان. ايوه. لما نقول 45 يوم يبقى يخش شهر رمضان وفي حرب تاني على الفلسطينيين والعيد والعيد والكلام ده. نعم. فانا قلت الكلام ده ولازم، واعتقد ان الكلام بتاع الواشنطن بوست ده اتنقل لبلينكن. انا مش بقول يعني ان انا بقول حاجه جديده، لا لا، اتنقل واتنقل. أيوة. من الفلسطينيين. نعم. وهنا عشان كده بنتمنى ان ما يبقوش 45 يوم، انها تطول على الاقل، تنتهي فتره رمضان والعيد، وكفايه المهزله اللي بيعيش بها الشعب الفلسطيني. صحيح. حاليا في هذا الكلام. صحيح. فده الملف الاولاني بتاع الاسرى وايقاف اطلاق النار. شوف الصوره الثانيه، الملف الثاني. نعم. وهو حل الدولتين. حل الدولتين دايما بنقول يا مدام عزة ان القضية الفلسطينية قضية الفرص الضائعة. ايوه. احنا اول فرصة ضايعة في ميناء هاوس لما السادات جابوا من الله يرحمه وقعدوا هتاخدوا حكم ذاتي وما جاش عرفات وما رضيش عرفات، ودي كانت فرصة لن النهاردة بنطالب بالحكم الذاتي في الضفة. نعم. والضفة راحت مننا. نعم. كلها مستوطنات. نعم. فالنهاردة عشان كده ليه الفرصة الثانية ليها يا مدام عزة؟ الرئيس الامريكي جو بايدن دلوقتي الوحيد الذي يوافق على حل المشكلة في اطار الدولتين. تمام. كويس؟ تمام. لو ترامب جه في شهر 11 عايز دولة واحدة. لا، دولة واحدة. نعم. اللي هي قضية الارض، يبقى راحت القضية الفلسطينية. فدي فرصتنا. الاسبوع اللي فات حصل حاجة كويسة جدا، بس ما اعرفش الناس ما خدتش بالها منها. دي فرصة الفلسطينيين كمان يا دكتور. بالظبط. نعم. يا فندم الفلسطينيين. نعم. ومال مين؟ نعم. احنا بره الموضوع. بالظبط بالظبط. الاسبوع اللي فات حصل حاجة رائعة من امريكا. امريكا قالت انا مستعدة اعترف بالدولة الفلسطينية، وقالت في الاول ايه؟ نخلي مجلس الامن يطلع قرار بحق الفلسطينيين في انشاء دوله. وده كان هايل. كان هايل. الفلسطينيين برضو السلطه في رام الله قالت لا، عايزين احتراف كامل. وهنا جو بايدن قال الاول السلطه مش حماس. قال انا ممكن اعمل
اوافق على انشاء اعترف بدوله فلسطينيه. تمام. وده مكسب كبير يجب الفلسطينيين ما يعدوهوش. طبعا. وان هو هيعدي هيعمل دوله مستقله منزوعه سلاح. اي. وده الكلام ده كانت قال من 10 سنين سلاح بسيط مع اللي هم الافراد البوليس الفلسطيني. أي. ان اسرائيل هتسيطر على المطارات والموانئ، مش مشكله، بس يبقى في كيان اسمه الدوله الفلسطينيه ولها مقعد في الامم المتحده. بالظبط. وبعدين كل حاجه تيجي بعدين. خطوه خطوه. بالظبط. بالظبط خطوه خطوه تيجي حاجه بعدين. نشوف بقى ايه اللوحه الثانيه. اتفضل. اللوحه الثانيه لما جاء لما بلينكن جاء المره اللي فاتت وقابل سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم. بعدها بيومين طلع تغريده تويتر على اكس، على تويتر اللي بقت اكس اهي. نعم. الكلام ده انا جايبها زي ما هي من صفحته بالانجليزي عشان ما حدش يقول ترجمنا غلط. بالظبط. بلينكن بيقول ايه؟ I'm very grateful. انا ممتن للرئيس السيسي انه سمح ل نقول العالقين الامريكان والدول الاخرى اللي كانوا في معبر رفح. تمام. وان احنا نوافق على حل الدولتين. هايل. ان وي ريجكت، نرفض النقل القهري للفلسطينيين من غزه الى اي مكان تاني. وده اللي كان طلبه الرئيس السيسي، وما زال هذا الكلام هو فكره مين؟ الامريكان. فلازم نحافظ على هذا الكلام اللي هم موافقين عليه. اوكي. هنشوف الصوره الثانيه وهي المشكله حاليا دلوقتي. أيوة. يعني انا واثق ان بلينكن هيحل المده قد ايه، الرهائن كام، دي هتتحل في قاعده في اسرائيل. ولكن المشكله في اسرائيل. تمام. اللي هي المهمه يا مدام عزه. أيوة. مستقبل الحكم في غزه. ايوه. وات افتر، ماذا بعد؟ تمام. او في الدول العربيه النهارده في المحطات الثانيه بتقول اليوم التالي. بالظبط. اليوم التالي لمغادره الاسرائيليين من غزة. من الذي سيحكم غزة؟ أيوة. بعد الحرب دي جو يعني مدير مخابرات السي اي اي لما جاب قابل سيادة الرئيس المرة اللي فاتت قال له احنا عاوزين مصر تسيطر على غزة بعد ما تخرج اسرائيل لحد ما تسلمها الى الفلسطينيين. ومصر رفضت. ومصر رفضت. وسيادة الرئيس رفض رغم ان ايه اتعرض علينا مبالغ كبيره جدا واتعرض علينا معدات عسكريه تكفي نقول جيش ميداني هيسيطر على غزه. كابتن الرئيس ابدا قال ابدا، غزه هتبقى للفلسطينيين وللقياده الفلسطينيه ودي تتحسب الى مصر. طبعا. هنشوف الصوره الثانيه بقى. يوم الاثنين اللي هو امبارح. أي. امبارح. نقول وسائل الاعلام العبريه قالت ان مصر بلغت اسرائيل ان السلطة الفلسطينية هي التي ستدير قطاع غزة. تمام. بعد الحرب. تمام. هنا بقى النقطة الجديدة ايه؟ مصر ابدت استعدادها انها تقديم مساعدات امنية للفلسطينيين لما يسيطروا على ايه؟ على غزة. على غزة. وفي بعض الاقلام التانية بتقول ان مصر قالت هتبعت شرطة بدنية لمعاونة الفلسطينيين في السيطرة على غزة، لكن السيطرة لمين يا مدام عزة؟ للفلسطينيين. الفلسطينيين. لكن احنا هنساعدهم امنيا وده شيء ده جديد. مطلوب. خلاص ده جديد كمان يا دكتور. افندم؟ ده جديد. طبعا. الطرح ده جديد. ده جديد امبارح بس. طبعا. برضه نقول ان انا قلت ايه؟ وسائل اعلام عبريه. عبريه. مصر ما قالتوش، انما بالزبط. اما بتقول كده يبقى معنى السلطه مصر قالت كده يعني. ايوه. تعالى بقى نشوف الصوره الثانيه، الملف الثالث. الملف الثالث وهو الازمه الجديده اللي بتعطينا فجاه لا بالدار ولا بالنار، وهي الحوثيين وازمه البحر الاحمر. البحر الاحمر. نعم. احنا مالناش بالموضوع، بعيد خالص عننا وعن مصر. وفوجئنا واحنا طايلنا الضرر بس. بس برافو عليك. الصوره الثانيه عشان تفهم للساده المشاهدين، ادي قناه السويس والبحر الاحمر. التجاره العالميه كلها، تلت التجاره العالميه بتعدي على فين؟ على باب المندب. اي. وعشان كده بقى ايه الله، اسمعنا بلينكن المره دي اول مره بدا بالسعوديه ومصر ما بداش بتل ابيب. الاثنين دول قاعدين على المحور بتاع البحر الاحمر. ودي تمام. اكبر مشكله عالميه، مش مشكله فلسطينيه ولا اسرائيليه. ايوه. النهارده بلينكن جاي يحل مشكله كبيره. وعلى فكره يا مدام عزه بيفتكر الكلام ده بعد ما تنتهي المشكله دي كلها، لا ده مصر والدنيا كلها هيبقى لنا قاعده عشان تأمين موضوع قناة السويس. طبعا. ولعلمك انا طبعا زعلان التأثير اللي حصل. طبعا كلنا زعلانين، انما انا بقولك انا مبسوط. عارفة ليه؟ ليه؟ العالم عارف قيمة قناة السويس.
النهارده العالم كله اترابك وهتشوفي بعد كده قيمه قناه السويس. ايوه بدا الامور بايه؟ الصوره الثانيه. نعم ان الاخوان الحوثيين في اليمن راحوا داخلين ومهاجموا على اول سفينه اهي مالكها اسرائيلي واستولوا عليها وخدوها لحد الحديده، والنهارده في الحديده قال يعني عاملينها مزار السياح قال يزوروها بتوع قال يعني بيفتكروا بهذا الكلام. ايوه هذا الموضوع اثار طبعا العالم، طبعا بدات قناه السويس وبدا الموضوع يتاثر. ايوه نشوف الصوره الثانيه يا مدام عزه. الصوره الثانيه بتقول لنا ماذا حدث بعد ما الحوثيين اثروا على قناه السويس او البحر الاحمر. نعم. شوف النهارده الملاح شوف كل التجاره راحت فين. نعم. اللي جايه من الخليج العربي البترول واللي جايه من الصين كل ده لف حوالين راس الرجاء الصالح. تخيلي يعني المركب اللي جايه ايطاليا هتلف حوالين راس الرجاء وهي بينها وبين مفيش. بالظبط. فبالتالي الموضوع ده عمل ايه؟ اولا طول المسافه بقت 17 يوم بعد ما بيخش البحر الاحمر قناه السويس زادت 17 يوم. ايوه طبعا بقى في وقود اكتر كل ده على حساب المستهلك. طبعا بقى التامين الانشورنس بتاع شركات التامين اعلى الاعلى. نعم تمام. اللوجستيكيات انت كنت بتعشي بحر احمر وتعدي قناه السويس مكنه عرب مركب تعطل عايزه قطع غيار عايزه بترول السكه موجوده، انما 16 17 يوم بالظبط ما انتيش عارفه في ايه اللوجستيات اللي فيه موجوده ولا لا. حصل اضطراب في الاقتصاد العالمي يستاهلوا. وعشان كده بقول لك انا زعلان لكن مبسوط شايف الرؤيه الثانيه اللي عن بعد. فلازم نبقى بعد كده اللي حصل ده رغم ردوده السيء علينا والسلبي علينا بما حدث لقناة السويس، لكن مستقبلا قيمة قناة السويس هتبان اكتر ومستقبلا. نعم. لازم جميع الاطراف تقعد تأمن هذا المجرى الملاح الكبير. نعم. وهو حد يقول لنا اصل في قناة بن غوريون كل الكلام ده اتلغى بعد ما طورنا قناة السويس وعمقناها وبقت رايح جاي. نعم. كله مش هينفع، هي قناة السويس هي الأساس في هذا الموضوع. نعم. نتيجة لكده نشوف الصورة الثانية ايه اللي حصل يا مدام عزة. بدأت أمريكا تتخذ قرار. أيوه. تعرف هي أمريكا هي ماما وبابا في العالم كله. فلويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي عمل إيه؟ قال لك هنشكل قوة بحرية عشان مواجهة الحوثيين في البحر الأحمر. تمام. فعشان كده عمل 20 دولة فتنضم للتحالف تحت اسم حارس الازدهار. ايوه للاسف لما طلع القرار ده مصر ما دخلتش فيه. اتفرجي بقى على السوشيال ميديا شايفين مصر ما عادش لها قيمه ومصر بقت مهمله. لا 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 نقف وقفه. ده اسمه تحالف يا مدام عزه. نعم. كواليشن. نعم. مصر لا تدخل اي تحالف. بالظبط. احنا ضد الاحلاف. نعم. وعشان كده في اليوم ده احنا اللي رفضنا. فاللي دخل في هذا الكلام امريكا وانجلترا ومعها 20 دوله اخرى في منهم انسحب يا فندم؟ في منهم ناس اتسحب. في ناس انسحبت. نعم. ايا كان انما اللي بيدير هذا الموضوع امريكا وانجلترا. نعم. طيب هل مصر قاعده بتتفرج؟ لا. نشوف الصوره الثانيه. الصوره الثانيه موجوده ده اسمه قوه المهام المشتركه امريكا عاملاها بقى 5 سنين في المنطقه. ايوه اللي هي سي تي اف كومبايند تاكتيكال فورسز. نعم. اللي فوق في الخليج العربي ال 152 دي مجموعه قوات كذا مدمره من هنا وغواصه ودادشات صواريخ ودول ال 152 بيدافعوا عن ايه؟ الخليج العربي. تمام. تمام؟ ننزل تحت ال 150 دي بتدافع عن اي احداث في خليج عمان. نعم. ال 151 ضد القرصنه، انت فاكره الصومال اهي قدام الصومال. طبعا. عشان لو طلع حد من قراصنه الصومال بتاع زمان. ايوه. القوه دي مسؤوله عنه. تتعامل. ال 153 دي اللي في البحر الاحمر دي احنا مشتركين فيها. احنا دي كومباين فورسز قوات مشتركه يا مدام عزه. فيها مصريين. فيها مصر وامريكا. نعم. وانجلترا. نعم. السنه اللي فاتت كنا احنا القياده بتاعتها مصري. ايوه. تخيلي السنه دي امريكا اللي بتقود. ولكن احنا كقوات مشتركه بنشترك موجود. لكن احلاف لا. تمام. واضح. تمام. نبص على الصوره الثانيه ان برضو الاحداث يا مدام عزه ما تخليناش نبص على حته واحده. لا نبص بالصوره استراتيجيه. ايوه الصوره الثانيه بتقول لنا المنطقه دي في خطر. انا مسميه مثلث المضايق ده من عندنا. ايوه مضيق هرمز اللي فوق اللي هو تلت النفط بتاع العالم بيعدي من فوق. مين اللي مسيطر عليه؟ ايران.
نعم. المضيق ده بتاع ايران يا مدام عزة. أيوه. كل أيوه. البترول بتاع العالم العربي ده كله بيعدي فين؟ من عند ايران. من عند هرمز. نعم. باب المندب النهارده مين بيسيطر عليه؟ الحوثيين. أيوه. ايران. ايوه. اذا انت شايف راس المثلث مصر، لكن أيوه. ايران النهارده مسيطره على مصادر القوه البحريه او الممرات البحريه في المنطقه بتاعت العالم العربي. نعم. شوف الصوره الثانيه. قوات التحالف، مش احنا، التحالف اللي هي امريكا وانجلترا بداوا يضربوا في اليمن. لو زي ما احنا شايفين مواقع مستهدفة، ضربوا صعدة وضربوا حجة وصنعاء ودمار والحديدة. وانا خدمت 3 سنين في اليمن، اشتركت في حرب اليمن، يمكن اخدت في كل الاماكن دي الا تعز. وبدأت القوات الامريكية او قوات التحالف تعمل تأثير كبير، سواء اعتراض الصواريخ اللي طالع من الحتت دي، زائد انه بدأ يضربوا اماكن تمركز الصواريخ والمسيرات بتاعت الحوثيين في اليمن، وما دال الضرب شغال كل يوم. ولكن للأسف نتيجة كده ان تقريبا 40% من السفن التي كانت تعبر البحر الاحمر الى قناة السويس بدأوا يفضلوا يخشوا على على فين؟ على رأس الرجاء الصالح. بالظبط. الصورة التانية بس عشان نفهم السادة المشاهدين الناس دي بتشتغل ازاي. القوات اللي موجودة هنا موجودة لانها بتعتمد على جيبوتي. شايفة جيبوتي البلد الصغيرة دي في اللي قدامنا على الخريطة في مدخل باب المندب. الدولة الوحيدة اللي في العالم اللي فيها 6 قواعد عسكرية. ما فيش دولة في العالم فيها 2-3 دول. 6 قواعد. 6 اعلى صور. اسنلارا اليابان لها قاعدة، امريكا قاعدة، اسبانيا، فرنسا، مركز قاعدة العالم. مركز قاعدة العالم هم اللي بيسيطروا على القوات دي، وبالتالي بيقدموا لوجيستيك، لانك انت لو عليك القوات هنا هتاكل منين وتشرب منين؟ وقطع. انت عارفه لما قفلنا باب المندب ده في حرب 73 ضد اسرائيل، عملنا ايه؟ قبلها بـ2 شهر بعتنا قوات وقعدت في اليمن، وقابلنا علي عبد الله صالح، وعملنا شركه كانها مدنيه، وعملنا مخازن للميه والذخيره. فاللوجستيكيات دي مهمه. فلازم نعرف ان جيبوتي النهارده بتمثل راس اللوجستيكيات كلها في هذه المنطقه. الصورة الثانية بتقول لنا ايه؟ اخيرا بايدن صنف الحوثيين انهم تنظيم ارهابي. رغم ان هو اول ما مسك شالهم من التنظيم الارهابي اللي عامله ترامب. ولكن اضطر هذا الاسبوع انه يصنف الحوثيين كتنظيم ارهابي، وبالتالي اصبحت الحوثيين النهاردة بينظر لهم في العالم بشكل تاني. نشوف بقى الايه الصورة الثانية. الصورة الثانية بتقول لنا وهو الصورة الثانية اللي هو الملف الرابع. وده الملف الجديد اللي أثار أزمة جديدة. إن القوات الأمريكية حصل لها ضربة من الأزرع الإيرانية في المنطقة. بالزبط. يعني إيران ما اتدخلتش، إنما راحت مخليها الأزرع الإيرانية. بالزبط. نشوف الصورة الثانية تقول لنا مين هم الأزرع الإيرانية في المنطقة. تمام. الأزرع الإيرانية في المنطقة 4. اول حاجة حزب الله فوق في لبنان. وده من اقوى الازرع اللي موجودة. الازراع التاني سوريا، حزب الله. الازراع التالت العراق، حزب الله والحشد، كل دول تابعين لمين؟ ايران. وفي الاخر عندنا اليمن تحت اللي هو الازراع الرابع. فوجئنا يوم الجمعة اللي فاتت الصبح. نشوف الصورة التانية. وهي قاعدة البرج 22. ودي قاعدة أمريكية موجودة داخل حدود الأردن، ولكن على التماس بين سوريا والعراق. تمام. وكانوا يعني أذكياء جدا فعلا اللي هم حزب الله، إنهم راحوا منشنين، بنسميها مدام عزة سوفت تارجت. يعني هدف منعزل ملوش حماية. ده برج بيراقب وبيراقب أو بيسيطر على التيارات المسيطرة. تمام. معلوش حماية، وراحوا ضاربين البرج ده بطيارة مسيرة. وراح قتل 3 أمريكان وجرح 40. تمام. هذا الموضوع أثار ثورة كبيرة جدا طبعا في أمريكا. أمريكا تقتل لها عساكر. ودي أول مرة تحصل. من يوم ما بدأ القتال. نشوف الصورة التانية برضو عشان نأكد. اللي ضرب الضربة دي طيارة مسيرة إيرانية من طراز شاهد. تمام. هي اللي هجمت على هذا الكلام ده. ودي طيارة مسيرة انتحارية بتضرب من بعيد وتيجي تنفجر فوق الأهداف الثابتة.
استخدمها الروس قبل كده في أوكرانيا، بيصعب رصدها لأنها مدهونة كلها بأنواع إن الرادارات ما تبدأش ما تلقطهاش، ونفذت هذا العمل. طبعا طب نشوف المنظر برضو عشان الناس تقول إيه هو إيه اللي بيحصل في سوريا وفي العراق. لو بصينا للصورة التانية يا مدام عزة هنلاقي دي صورة سوريا. ده منطقة دير الزور. دير الزور فيها حقلين نفط. تمام. حقل العمر وحقل كونيكو. تمام. الاتنين دول من مين مسيطر عليهم؟ امريكا. تمام. تخيل يا مدام عزة. حقلين نفط في سوريا مين اللي واخدهم؟ امريكا. امريكا. الصورة التانية تقول لنا ايه؟ مع الحقلين دول في قاعدة التنف امريكية. يعني امريكا واخدة الجزء الشرقي من سوريا. وواخدة الحقلين وعندهم القاعدة. واتضربت البرج 22 الى بين الثلاث دول دول. تمام. هنشوف الخريطة التانية تقول لنا العراق. حجم القواعد العسكرية في العراق كبير جدا. وكان موجود ليه مدام عزة بعد الغزو العراقي او القوات التحالف. امريكا حطت كل القواعد دي عشان القضاء على داعش. ولكن الصورة التانية هتقول لنا انها في الفترة اللي فاتت بقت على 2500 عسكري في قاعدتين اربيل وعين الاسد. النهاردة في مشكلة كبيرة في العراق. لان من ثلاث سنين البرلمان طلب ان الناس دي تمشي، الامريكان يمشوا. الشارع العراقي مش عايز قوات امريكية تستنى. في مباحثات تمت، ولكن طبعا جت المشكلة دي عملت دوشه كبيره. طيب امريكا عملت ايه مدام عزه؟ الصوره الثانيه راحت موجهه ضربه للقوات في سوريا. والقوات في العراق. قوات مين؟ اللي هم الحشد والناس اللي هم بتوع حزب الله. تمام. فبالتالي اولا الضربه تبت بعد اسبوع. يعني انتوا اتقتل لكم 3 عساكر و40 جريح. قعدتوا اسبوع عشان تفكروا. فبالتالي الاسبوع ده عمل ايه؟ الايرانيين اللي كانوا موجودين هربوا. ما انا عارف ان انا هتضرب. والناس الاسلحه اللي عندهم خبوها. فبالتالي البتاع دي لا نشوف الصوره الثانيه لو سمحت. فالسوق يعني هم اجلوا الضربه بعدها باسبوع. وكانت الاستراتيجيه مش هنهاجم ايران. لان لو هاجموا ايران هتبقى حرب اقليميه. واعتمدوا على بنك المعلومات اللي في البنتاجون. عملوا 3 حاجات. عملوا قوائم اغتيالات للقادة بتوع حزب الله. اللي موجودين في الدول دي. ان يدمروا المعدات والاسلحة. تمام. وحرب الكترونية. تمام. وطبعا لويد اوستن قال ان ضربة هتقعد عدة ايام. ومش هنتجنب قتل المدنيين، ولو ان اتقال طبعا السوريين قالوا لا ده في مدنيين ماتوا. حصل. وقالوا ان احنا هنبلغ ايران، وايران او العراق، والعراق قالت لا. امريكا طلعت عقوبات في الصورة التانية على الناس اللي عملوا كده. من عندهم. اللوحة اللي بعديها الضربة الامريكية في سوريا والعراق عملت ايه؟ لا اللي بعديها كمان. اولا يا مدام عزة هجموا 85 هدف. الضربة قعدت 30 دقيقة، نص ساعة. اطلق منها 125 قذيفة من طيارة بي 1. هجموا 3 منشآت في العراق. 4 في سوريا. والاهداف كانت في العراق المواقع حزب الله. تمام. الطياره اللي ضربت دي يا مدام عزه حاجه جديده برضو. البي 1. عارفه طلعت منين يا مدام عزه؟ من امريكا. 14 ساعه طيران من امريكا تضرب هناك. طب ما طلعتش ليه من اوروبا؟ ما امريكا عندها قواعد في اوروبا. لان الاوروبيين قالوا مش عايزين مشاكل. هنشوف الصوره الثانيه بتاع الطياره. عشان ما يتقالش ان اوروبا بتشارك. وبالتالي تبقى هدف. عشان كده الطياره البي 1 دي اولا دي احدث طياره بعد البي 52 الامريكاني. عملوا البي 1. والبي 1 عندها دقه عاليه جدا في اقتناص الاهداف. تقدر وهي طايره تمنع اي صواريخ، تتخفى عن الرادارات. يعني دي احدث طياره طارت من امريكا عشان تضرب الاهداف دي وترجع تاني. تمام. الصوره اللي بعد كده. ايوه. بص احنا كل يوم بنكتشف حاجات جديدة. ما سمعناش قبل كده. وبالذات طبعا المتحدث باسم الجيش العراقي طبعا. احنا كلنا رفضنا العراق. تقول لك انت انتهكت المجال الجوي. وانتهكت الارض بتاعتي. وبالتالي انت مش مسموح لك تعمل كده. ولذلك هناك ثورة عالمة النهاردة
على امريكا في العراق، لان نعم. كنتوا انتهكتوا اراضينا وحريتنا والكلام ده. نعم. شوف بعد كده على الصوره الثانيه. اي فن. ايوه. الصوره الثانيه كل يوم دي بياننا دي غزه. النهارده عندنا مشكله كبيره واعتقد بلينكن لازم يقف فيها. الاسرائيليين بدأوا في الشمال بين بيت حانون وشمال غزة، وغزة دي اللي كانت المرحلة الاولى. أيوة. ورحلوا كل الفلسطينيين الى الجنوب. بالظبط. دخلوا بقى على النصيرات ودير البلح وخان يونس. النهاردة في رفح يا مدام عزة في 1,200,000 فلسطيني. انهي رفح؟ في رفح. في رفح. نعم. الاسرائيلية. نعم. تمام؟ فالنهاردة دول كلهم قاعدين في خيام. سابوا كل غزة وراحوا في الحتة دي. فإذا إسرائيل دخلت وهجمت هذه المنطقة أعتقد هتبقى كارثة. كارثة. وأعتقد إن لازم بلينكن في هذه الفترة يلحق يوقف إطلاق نار، عشان إطلاق النار هيحل كل المشاكل. أولاً هيمنع إسرائيل إنها تتقدم في رفح، ودي هيجوا على حدودنا وهتبقى مشكلة. ده واحد. أي. لو الوقف دي سيناريوهات؟ لو وقف إطلاق النار بدأ معناه الحوثيين زي ما قالوا هيوقفوا هم كمان العمل في البحر الاحمر. ايوه. فاذا قناه السويس ترجع تشتغل. تمام. عشان كده بقول لك زياره بلينكن دي مهمه جدا يا مدام عزه. ايوه. طيب. هتوقف القتال وان احنا هنوقف التحرش اللي في البحر الاحمر. ما هو نجاحها في ايه يا دكتور سمير؟ او خليني اقول لحضرتك السيناريوهات المرحله المقبله ايه في الملف بناء على الزياره، هو هيطلع من هنا يكمل زيارته في باقي الشرق الاوسط. بص يا مدام عزة، هو جاي من جو بايدن. ايوه. جو بايدن داخل في المعركه الانتخابيه. لحد النهارده خسران في نقط الاستطلاع الراي قدام طبعا الراجل الثاني اللي هو المنافس له. تمام. هو خسران باربع نقط ويريد ان ينهي هذه المهمه ويتفرغ للمعركه الانتخابيه. خاصه ان هناك العديد من الامريكان متعاطفين مع الشعب الفلسطيني بما يحدث له. وبيقول لجو بايدن انت عامل الكلام ده كله بتدي الاسلحه لاسرائيل عشان تموت الشعب الفلسطيني والاطفال الدول. أي. أي. وطبعا ترامب بيتخذ هذه المشكله طبعا ضده. فعشان كده انا بقول ان أيوة. ان بلينكن جاي المره دي عشان يوقف اطلاق النار، تمتد الهدنه، واذا امتدت الهدنه هنمنع اسرائيل انها تخش على رفح. تمام. وتبقى مجزره، وهيتوقف الحوثيين عن اطلاق النار على السفن وتعود قناه السويس مره اخرى. فعشان كده انا بقول لحضرتك الفتره اللي جايه فتره مهمه. وهذه الزياره هتبقى مهمه جدا الفتره. واعتقد وانا متفائل دايما ان هتعدي على خير، وهيقدر بلينكن المره دي انه يقدر يصل الى وقف اطلاق النار، تبادل الاسرى كلها، اعداد دقي لا زياده. معنى كده انه هيضحي ب ب ب نتنياهو؟ طبعا طبعا. نتنياهو خلاص انتهى يا مدام عزه. والنهارده مش عايز اقول لك انك الاسبوع اللي فات كان في خناقه بينه وبين وزير الدفاع جوه مجلس الوزراء، والكلام ده اتصور. هناك النهارده مظاهرات في كل اسرائيل ضده. يبقى معنى كده انه امريكا قررت تدي الضوء الاخضر لنهايه نتنياهو. بالظبط يا مدام عزه، ده احسن تعبير. واعتقد انه جاي وينفذ الكلام ده، ويا رب ينفذه عشان المنطقه تهدى، لان احنا تعبنا كلنا فعلا. صحيح. بشكرك فندم، بشكرك جدا جدا دكتور سمير فرج، فكر الاستراتيجي. خليني اطلع فاصل وتواصل مع حضرتكم بعد الفاصل. قلت لحضراتكم في البداية انه انهيار الدولار في السوق السوداء ده عمل انخفاض في اسعار كتير. الفكرة مش في كده وبس، الفكرة في انه في جماعات مصالح زي ما حضراتكم عارفين. جماعات المصالح دي كانت مستفيدة من ارتفاع سعر الدولار بهذا الرقم المفزع المبالغ فيه الجنوني، وصل ليه رقم جنوني الحقيقة، ان الدولار يبقى بأكتر من 70 جنيه. الناس دي اشترت دولارات، ودول مش قليلين اعتقد كده، انا بتكلم بتقديري انا،
ومش قليلين، مش قليلين يعني بكل الأشكال يعني، هل الناس دي هتسيب السوق السوداء ينخفض فيها الدولار للأرقام اللي احنا شايفينها بأقل من 20 و15 جنيه في الدولار الواحد؟ الناس دي ممكن تكون بتفكر ازاي وبتعمل ايه، ولا هي من مصلحتها انه الدولار سعره ينخفض او الجنيه سعره ينخفض؟ يعني انت بتتكلم في ناس اشترت بملايين الملايين دولارات بسعر 70 جنيه، والناس دي كانت بتشتري بهذه المبالغ على اعتبار ان الدولار هيغلى عن كده، فبالتالي تحقق مكاسب غير مسبوقة. دول أثرياء الأزمات، يعني اسمهم كده أثرياء الأزمات. هل هيسيبوا الأزمة دي تتحل، ولا هيزودوا من الأزمة عشان يستفيدوا، وإلا حجلهم سكتة قلبية؟ يعني خلينا نرحب بدكتور محمد الشواتفي. دكتور محمد مساء الخير يا فندم. تخيل يا فندم على حضرتك حياتي لساتي. فكرت في الـ في الـ في القصه دي النهارده وانا بلاقي انخفاض للسعر، يعني كان عدى السبعين دلوقتي بقى بنتكلم في الخمسينات. اصحاب المصالح هيسيبوا الدولار في السوق السوداء ينزل، ولا هيقاتلوا من اجل ان يرتفع مره تانيه؟ خليني ابدا مع حضرتك ب 30 سبتمبر 2023. اه. سعر الدولار كان 40 جنيه في سوق السوداء. تمام. وكان 30 جنيه وواحد من 8 من 10 في البنك، فاحنا عندنا سوقين دلوقتي، السوق سوق السوداء سوق غير الشرعيه. نعم. والسوق البنكيه، اذا احنا بنتكلم دلوقتي على السوق السوداء السوق غير الشرعيه، السوق السوداء غير الشرعيه. نعم. بدات مع احداث غزه تتزايد الامور والاسعار بشكل مفزع جدا. أيه. لحد ما وصلت ل 73 جنيه خلال الاربع ايام اللي قبل التفقيد. حلو. الحقيقه ده كان مهدد للامن القومي وهدد الدوله المصريه، وبالتالي حط الدوله المصريه واقتصاد مصر على سطح تاخر. اللي ترتب على ارتفاع اسعار وتضخم وغيره وغيره. الحقيقه المضاربين هنا كانوا بيتعاملوا على اساس السوق المصريه ان بعد احداث غزه هيحصل انهيارات في الدوله المصريه ويحصل مشاكل الدوله المصريه واحتمال دخول حرب وغيره. زاد احداث غزه في حد ذاتها فزاد الطلب على الدولار، وبالتالي كمان احنا عندنا ثلاث مشاكل في الاقتصاد المصري لحد النهارده مش عارفين نعالجها. السوق السوداء عارفين نعالجها ولا الاحتكار عارفين نعالجه، ولا كمان الانشطه غير الرسميه اللي هي الاقتصاد الطفيلي عارفين نعالجها. ثلاث حاجات دولت مع حدث غزه تعالوا عندنا سعر الدولار ارتفع بشكل كبير جدا. كويس. لدرجه ان احنا النهارده في داخل الدوله المصريه كل سلعه لها سعر دولار. ايوه. لكن لكن من خلال الاسبوع الاخير نتيجه موقف القياده المصريه والبلد المصريه في اداره ازمه غزه اتضح للجميع ان الدوله المصريه عاصيه على السقوط، وان الدوله المصريه قويه، وبالتالي هنا العالم كله وقف مع الدولة المصرية، وكانت أمريكا ودول الخليج والعالم والقوى التكتلات الاقتصادية كلها رأت أن استقرار الاقتصاد للدولة المصرية هو أمر هام بالنسبة للمنطقة وحل مشاكل المنطقة كبيرة. يبقى أول حاجة جزء سياسي دولي. كويس. الدولة المصرية هنا ارتأت أو العالم ارتأى أن الدولة المصرية، وبالتالي بدأت هنا حزمة المساعدات الأمريكية الأوروبية، وبدأ كمان الإعلان عن صفقة استثمار خليجية. وفي نفس الوقت كمان ما ننساش ولازم نوجه الشكر لجهاز الشرطة المصري والضربات الأمنية اللي حققت في هذا الشكل. أكثر من 68 قضية إتجار في العملات الأجنبية المختلفة. خليني بقى أقول لحضرتك، في آخر مرة كلمت مع سيادتك قلت لسيادتك إن عندنا 35% من سعر الذهب وسعر الدولار وسعر العقار ناتج عن المضاربة، مش ناتج وليس ناتجا عن الطلب والعرض. طيب بعد إذن حضرتك دكتور محمد، ال 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 القبض والعمليات الضبطية اللي قامت بيها الداخلية، كويس؟ يعني اللي حاصل ده الضربات الأمنية لتجار العملة، الضربات الأمنية دي شايف مردودها هيبقى ايه في السوق السوداء؟ هل ده هيخوف السوق السوداء؟ احنا عندنا دايما، ولا السوق السوداء مقطع البطاقه ومش فارق معاه؟ لا لا لا، بص حضرتك، قول. دايما عندنا اعاده هيبه الدوله والهيبه والدوله القويه
بتسيطر على كل الامور. وبالتالي هنا الانخفاض ال 25% اللي هم دول هو ناتج بنسبه 90% عن ضربات الدوله واعاده سلطه الدوله وقوه الدوله. يبقى هنا الخبطات الضربات الامنيه مهمه ومن الاسباب اللي هتخلي السوق السوداء يتلم. النقطه الثانيه، النقطه الثانيه كمان حاله القلق وحاله الهزع والفزع اللي هو كانت موجوده عند الناس كلها باعتبار ان الدوله المصريه والغزه وهيجوا هنا برفح وغيره وغيره. حاله القلق عند الناس بقت موجوده، لان حاله الهلع اللي كانت موجوده خلت ايه؟ خلت المدخر العادي اللي هو عنده فلوس بسيطه بيحول فلوسه الى دولارات. دي بقى دخلت في المضاربات كلها، دخل كلها، وبالتالي ارتفع هنا السعر بشكل جنوني. لان دايما احنا عندنا الطلب والعرض، فلما نيجي نبص نلاقي زياده السعر ليس متفق مع زياده العرض. نعم. وليس متفق ايضا مع شحف العرض، وليس متفق مع زياده العرض. طيب اذا هنا مضاربه، يبقى حل المضاربه ايه؟ يبقى حل المضاربه يبقى الدوله بسلطتها بقانونها بسيادتها، وهنا اجهزه الدوله القويه استطاعت انها تحد ده والتخوف مع الحاجات اللي بقى اللي هو الاستقرار اللي كان موجود مع ما زال سؤالي بشكل بسيط عشان الناس الغير متخصصه تبقى فاهمه. بعد اذنك دكتور محمد، فضل. الناس اللي جماعات المصالح اللي استفادت من انه الدولار 70 واكتر من 70 هتقاتل علشان ما تخسرش اكتر من كده، ولا هتصاب بالسكتات الدولارية؟ دايما اللي هو الغير الشرعي ما بيظهرش في النور ودايما بيحب يختفي، فهو هيختفي لحد ما تبقى تتلاشى قوة الدولة او تتضاعف، أو يعني تتحدث. مش هيقاوم انه يرتفع تاني، هيبدأ هنا انشطة اخرى. ليه؟ لانه حضرتك برضو خلينا نقول ان لما نيجي نقول العرض والطلب فزيادة ده بيقول لي ان هناك انشطة اخرى غير رسمية داخلة في السوق، بعضها مجاية من دول اوروبا من دول برة للدولة المصرية. يبقى اذا هنا العلاج الازمة الدولارية النهاردة ثلاث استراتيجيات. الاستراتيجية الاولى طويلة سريعة المدى وهو الضبط الامني ومنع التجار بأي شكل في أشكال غير رسمية والحد من ذلك. الأمر الثاني تشجيع البنوك وزيادة الرقابة على البنوك في النقد الأجنبي والصرف الأجنبي، باعتبار أن أيضا برضو ممكن يكون في البنوك بعض التسريبات اللي بتغذي السوق الأخرى، وده لازم يكون هنا الدولة والرقابة على جهاز النقد الأجنبي في البنوك لازم يكون قوي وطريق وواضح بشكل كبير. ده كلام خطير، انا لا اتدخل فيه، ما عنديش فيه اي، ما اقدرش ارد يعني. نعم انا بوضح بس. الرقابه على البنوك، الرقابه على الصرافه، الرقابه الامنيه، الرقابه على الاجهزه، ده اول حاجه. النقطه الثانيه لازم نعظم كمان، لازم نعظم الدول بالتعاون مع الدول الخارجيه، ان احنا عندنا العماله الخارجيه اللي موجوده بره لازم يساعدونا في ضبط العمل وتحويلات المصريين للدوله المصريه بطرق شرعيه. العالم كله عنده قوانين للقصه دي بطرق شرعيه، يعني معنى ذلك ان احنا بنطالب دلوقتي بالشفافيه والقانون. الجزئيه الثالثه بقى وهي طويله المدى، بمعنى ان لازم يكون في هذه الحاله ان احنا نبدا من النهارده، لان ازمه الدولار مش اول ازمه ولا ثاني ازمه، لا ده احنا عالجناها من اول حكومه عاطف صدري ويام مصطفى السعيد. اللي كل شويه يقول لنا ازمه، الازمه هنا لازم نفكر بقى ان احنا وفي قياده نحل الازمه من جذرها من جذورها. قياده الرئيس السيسي النهارده هو الراجل بيحاول يحل المشاكل من جذورها. يبقى لابد ان احنا نيجي النهارده ايه رافض الدولار، ازاي نعظم الانتاج، ازاي يكون انتاجنا ده لازم على فكره يا دكتور محمد. احنا لازم نتعلم من الدرس، لكن لو ما تعلمناش من الدرس يبقى نستاهل اللي يجرى، لان بصراحة. هنا دي اخطر ازمه مرت بالدوله المصريه في حاله النقد الاجنبي. بالظبط بالظبط. طيب برايك اللي معاه دولار دلوقتي هيخاف يبيعه؟ هو طبعا دلوقتي هو صاحب قرار، هو حر فيه، لكن اعتقد ان هو الدولار لو استمرينا على النقطه دي انا اعتقد سعر الدولار لن يتجاوز 45 42 ل 45 جنيه، لان دايما عندنا معادلات. المعادله بتقول لنا ان لو خدنا الصادرات والواردات ومعدل الفايده والتضخم وحطينا ده كله
سعر الدولار لا يزيد عن 2 ل 45 جنيه رسمي النهارده في حالة الظروف الاقتصادية والعالمية الموجودة. لكن ثانية واحدة يا دكتور محمد، رسمي حضرتك بترى انه السعر اللي موجود في البنك دلوقتي ده سعر مش هو ده الصح، الصح بتاعه انه يبقى بدل ما 31 او 30 وشويه انه يبقى 42 جنيه؟ لازم لا هو طبعا البنك المركزي عنده ده رايك. لا لا ده رايك احسن مني اعتقد انه هو انا بتكلم على رايك. لازم هيزودوا عن كده لان الطلب زايد والظروف الدوليه واحنا كمان ظروف قناه السويس والمصريين والسياحه نتوقع ان يكون هناك شح دولاري اقل شويه خلال الفتره القادمه. وعليه لابد ان يتحرك في البنك المركزي بشكل كبير على اساس ان يكون هناك منفذ واحد للعمله النقديه الاجنبيه. هذا المنفذ يكون بالبنوك والصدقات وشركات الصرافه، وان يكون هناك رقابه كبيره على البنوك وشركات الصرافه في النقد الاجنبي، بجانب ايضا ان توفر كمان للسلع لاصحاب السلع والمنتجات الرسميه والناس اللي عايزه تشتغل ان احنا نديهم اموال عشان ما يروحوش سوق السوداء وياخدوا اموال، لان احنا عايزين النهارده الدوله المصريه لابد ان تقضي على السوق الموازيه او السوق السوداء او السوق غير الرسميه، لان القانون بيمنع تداول النقد الاجنبي بعيدا عن البنوك. ده قانون البنك المركزي نفسه بيمنع البيع والشراء بالدولار تمام. اذا وشركات رسمي سواء في العربيات او البيوت بتقول لك لا انا عايز تشتري تعالى ادفع دولار. هنا يبقى اذا هنا لابد ان يعود القانون وينفذ القانون، وقوه الدوله تكون الحاكمه وسلطه الدوله هي الاكبر، وان يرتدع الجميع امام قانون الدوله، وان يلتزم الجميع، وان ترسم ادوار اساسيه للبنوك وشركات الاموال، وكذلك حل مشاكل الممولين او الاخرين. فضلا عن ذلك كمان لابد من مراقبه اسواق الاحتكار السيارات وغيرها، لان اسواق وغيرها والذهب ده كله لازم القضاء على الاحتكار كحل اساسي للمشكله الاقتصاديه اذا كنا نريد ان يكون اقتصادنا قويا. واؤكد وعلى مسؤوليتي ان معطيات الاقتصاد الوطني معطيات قويه، يستطيع ان يحقق ميزه تنافسيه، ويستطيع ان يصل الى 100 مليار دولار بعد سنه، ويستطيع ان يحقق التوطين الصناعي، وان استراتيجيه الدوله في التوطين الصناعي وغيره قادره على حل المشاكل من جذورها. لكن يجب ان نرتبط جميعا بان قانون الدوله هو السائد، وان لازم 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 لازم. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الشوادفي، كلام واضح ولازم نتعلم من اللي حصل لنا وإلا نستاهل. يعني دايما الواحد بيقول كده حتى في المثل البلدي يعني إيه أو المثل الشعبي، انخفاضات كتيرة حصلت، انخفاضات كتيرة حصلت، انخفاض في أسعار اللحوم، انخفاض في أسعار الحديد. أنت بتتكلم في طن الحديد لوحده نزل 5000 جنيه، والأسمنت نزل، وانخفاض أسعار الحديد في بعد الأخبار 10,000 جنيه للطن. أرقام، أرقام دي ليها علاقة بالسوق، ليها علاقة بالسوق. الناس بتبني النهاردة، الناس حالها واقف، محدش عارف ياخد قرار، محدش عارف يبني ولا ما يبنيش، محدش عارف يشطب ولا ما يشطبش، يشتري ولا ما يشتريش، ياكل ولا لا. لازم هذا الأمر يكون ليه حل نهائي. خليني أطلع فاصل وأتواصل مع حضرتكم بعد الفاصل. طيب سريعا كده وقبل ما أختم، النهاردة وزارة الزراعة أعلنت على أنه أسعار الأعلاف بدأت في الانخفاض، وده هيترتب عليه نزول في أسعار اللحوم والدواجن والبيض. بس هي دلوقتي وأنا في الفاصل بتابع الأخبار فلقيت، خليني بس أرحب بالدكتور محمد القرش معنا على التليفون. دكتور محمد مساء الخير يا فندم. ألو دكتور سعيد صالح، عفوا دكتور سعيد مساء الخير، أهلا بحضرتك معنا يا دكتور سعيد. مساء الخير أستاذ عزة، أهلا بحضرتك. مساء الخير عليك وعلى كل السادة المشاهدين وكل الناس وكل شعب. خليني أشكرك فندم. خليني أقول لحضرتك إنه في خبر دلوقتي بيقول انه اصحاب المزارع واصحاب الجمعيه المصريه لمنتجي الالبان بتقول انه بشان ارتفاع اسعار الاعلاف
الحقيقة هم كان نفسهم يعملوا حاجات كتيرة قوي، لكن بسبب اللي بيتعرضوا له والمزارع دي بتتعرض لأزمات وخسائر متلاحقة، فإن هم الحقيقة الوضع الحالي بينذر بكارثة كبرى حال استمرار الارتفاع المستمر في أسعار الأعلاف. الناس بتقفل أو الناس هتقفل، في نفس الوقت حضراتكم بتقولوا إنه بدأت في الانخفاض وإنه بتحلوا مشكلة الأعلاف، ما تقعدوا مع الناس دي وتطمنوهم بدل ما حضراتكم بتصرحوا تصريحات وهم يصرحوا تصريحات، بيبقى الواحد مش عارف يناقش إيه. لكن قولي إيه الجديد بالنسبة لكم في الانخفاض المنتظر وإيه البدائل اللي هتكون للأعلاف يا فندم؟ اسمحي الأول يا فندم إن أنا أقول حاجة مهمة جدا لا تخفى على السيد المشاهد ولا تخفي على الشعب المصري كله، وجود بعض المشاكل الخارجية والقلاقل الموجودة على مستوى العالم. مصر أستاذ عزة دولة من دول العالم تتأثر بما يدور داخل المجتمع الدولي من طيب الأزمات. هنعمل إيه؟ معلش نفسي أسمعك والله، بس هي الفكرة في الوقت هتعملوا إيه علشان الأعلاف؟ أزمة روسيا وأوكرانيا، وبعدين حضرتك عارفة المشاكل اللي حوالينا كلها. والله عارفة يا فندم، بس أنا محتاجة أعرف هتعمل إيه. دعيني أقول حاجة مهمة جدا أستاذ عزة، أن الحكومة المصرية رغم هذه الأزمات ورغم هذه المشاكل، أن كل السلع الموجودة في مصر هناك إتاحة كاملة لكافة السلع. لم تخرج أستاذ عزة أو أي مواطن مصري إلى السوبر ماركت عشان يشتري أي سلعة من السلع ووجد إنها مش موجودة. ده في حد ذاته شيء عظيم وشيء هايل. كل حاجة موجودة. الدولة المصرية هتعملوا إيه في الأعلاف يا دكتور سعيد؟ تمام يا فندم. الدولة المصرية من أول فخامة الرئيس وحتى دولة الرئيس قلقين جامد جدا بموضوع الاعلاف، والحمد لله هناك انفجارات كثيره جدا وهناك امور كثيره جدا الدوله بتتخذها عشان تحل هذه المشكله، ونحاول بقدر الامكان ان احنا نخلق نوع من هتعملوا ايه يا دكتور سعيد؟ مع الوزير دايما في اجتماعات متواصله مع البنك المركزي ومع الجهات المعنيه لتوفير مشتقات الاعلاف عشان دي اللي عامله القلق شويه اليومين دول، ولكن الدوله المصريه لا تتخر جهدا في طمأنة الناس دايما، لكن ما فيش وخاصة اتحاد الدواجن وخاصة كل الناس المعنية بالدواجن وثورة الداجنة عامة، كل الناس المعنية في انتظار دكتور سعيد، كل الناس المعنية باللحوم وبالألبان وبالدواجن وبالبيض منتظرة زي ما حضرتك قلت هذا التواصل ما بين وزير الزراعة وما بين المسؤول عن البنك المركزي، مش كده؟ أنا بتكلم على حل يا فندم. تمام. التواصل موجود كل يوم مع محافظ البنك المركزي بشكل مستمر لحل هذه الأزمة، وإن شاء الله تحدث انفراج كبيرة جدا. دعينا برضك أطمن الناس فيما يتعلق بمبادرة خير مزارعنا الأهالينا أستاذة عزة اللي وزارة الزراعة تبنتها منذ حوالي 3 سنوات وتسير بخطى ثابتة. أنا كنت معاكي منذ حوالي 5 6 شهور تقريبا، وكنا هتبدأ إمتى يا دكتور سعيد؟ 240 منفذ، النهارده احنا بنتكلم عن 274 منفذ كما وعدت حضرتك في الماضي، وان شاء الله مع منتصف 24 يصل 300 منفذ عشان نقدر نغطي اكبر كادر من الجمهوريه. سعر اللحمه فيها كام يا دكتور سعيد؟ الحمد لله احنا عندنا اسعار اللحمه في مزارع في منافذ وزاره الزراعه النهارده ب 280 جنيه. 280 كيلو اللحمه البلدي؟ موجود يا فندم، كيلو اللحمه ب 280 جنيه موجود. 280 جنيه؟ 280 جنيه موجود، ويقدر اي حد يشتري اي كميه اللي هو عايزها زي ما سبق وقلت في برنامج حضرتك قبل كده وكان ليك السبق معانا بهذا الكلام. احنا عندنا 274 منفذ ثابت، عندنا 33 منفذ متحرك، كمان بندعو حضرتك من خلال البرنامج انك هيحصل اللي بتفكر فيه هيحصل. كاميرا اكبر معرض، اكبر معرض لضخ كميات كبيره من السلع والمنتجات الغذائيه استعدادا لشهر رمضان. برضه بقول للمواطنين اطمئنهم، كل السلع موجوده وكل السلع متاحه، ربنا يطمنك. تحريك في الاسعار ربنا يطمن، ولكن طيب. كل السلع موجودة ومتاحة لكل المواطنين. بشكرك شكرا جزيلا دكتور سعيد صالح، بشكرك فندم، وعفوا ان انا قطعتك كتير بس عشان وقتي انا اسف. دكتور سعيد صالح بشكرك شكرا جزيلا، واشوف حضراتكم بكرة على خير، مع تحياتي عزة مصطفى والى اللقاء.